بما اننا احنا كنا بنلعب كوره مع اصحابنا واحنا صغيرين وحاجات كده، الصحاب دول ما يتعوضوش طبعا. طبعا. بس هل في حد لسه لحد دلوقتي العلاقه مستمره ولا الدنيا وتلاهي؟ كلهم 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 منهم المنتج الكبير، كل اصحابك المنتج الكبير ودلوقتي انا مش عارف منصبه، بس هو منصبه جامد جدا في الشركه المتحده، يعني الاستاذ هشام الشاب سليمان. خلاص كنا جيران في الزمالك وكنا بنلعب مع بعض كوره على طول، وهو كل ما يشوف حد بيفتكر الموضوع دوت. ما زلت لغايه دلوقتي الجيران بتوع الزمالك وزمايلي بتوع المدارس وكل الكلام ده كلهم لغايه دلوقتي في جروبات بقى مع بعض. لو انا قلت